البارتي تكنيك باش نقولكم بالمسبه باش ما بعد ما تبدا جونغ شويه دونك باش من الاول باش نعرفوا تعرف بايثون ونعرفوا جونغ بالنسبه لي ما يعرف حتى شيء بايثون باش تعرف بايثون بالنسبه لي يعرف بايثون باش تزيد نشوف حكايات هكا باش تكنيكي والسيونس هذيا باش تكون السيونس الوحيده اللي باش تشوفوا فيها مات تيوري اش معناتها خاطر فما اذا كان فما دي بتي نوسيون هكا نتاع ديريفي خفيفة على الاخر هكا برسمة خفيفة على الاخر اذا كان ما نفهموهاش ما نجموش من بعد نبليمونتيف خاطر شنو باش نبليمونتي كي ما تعرفش شنو باش تعرفش كونسيبت كيفاش يخدم دونك بعد التركيب نتاع بايثون هذي باش نعملو اون فاي اكسبليكي كيلكو بتي ديتاي على الكوتي ماتيماتيك نتاع ماشين زنين باش المرة الجاية ديريكتومون ندخل في الابليكاسيون دونك كيما قلت اسماعيل نحنا باش نخلوكم هلا حد يقول كود انتم تكملوا اول حاجه دونك لازم نفهم كيفاش ماكين تقراو كيفاش تكتب والسنتاكس نتاعو باش انتم تنجموا تفهموا بيه بعد دونك اول حاجه تفهموا اللي بايثون هي لوغاج انتربريتي بون اش معناها لوغاج انتربريتي نحن مستانسين قبل يعني كي تخدموا بالسي تكتبوا الكود نتاعكم بعد يتعاد على الكومبيلاتور وكيفاش يعمل الكومبيلاتور هو يدوي الكود نتاعكم ماشين كود دونك ترجموا الكود كل مره خرج لك في شيء اكزيبيتال اللي هو يسمى باينري موشن في اسمه وبعد انت كي تحب تشوف الكود تاعك في شيء تكزيبيت في شيء هذاك اما بالنسبه للونجاج حتى تخطي فما بروجرام اسمه انتربريتور هذا يكون كل ستيتمنت تعطيه له يكزيبيتها وقت هو يعني ما يردوش مش عليك تكومينيكي مع بروجرام مش مع ماشين دونك الانتربريتور نتاعك ياخذ ستيتمنت يفهمها هو اوتوم بروجرام وتصير الاكزيكيوسيون نتاعها ما تعديش على نيفو با يعني كما فما شي ما ياخذ دونك حاجه اللي تفهم اكثر واحده انه بالنسبه للانتربريتاسيون كل ليني نجم نكزيكيوها وقت نكزيكيوها وقت دونك انتم كان سابيتو السيستم نسكوت سابا بايثون شكون مش سابق اللي يزيد؟ ما عندكم كوريكسيون؟ نجمو تبي كونسيبت ومن بعد تو نجمو واحد هذا لا تبريتور نتاع البايثون دونك نجم كيما شفتوا جبت بريت هلو ورد والخرج هذا ما بقاش نستنى باش نكومبيلي وباش ما نفهمش دونك هذه لا تبريتور هذه طريقة نجم تفوتي بها طريقة ثانية انك تكتب الكود نتاعك في شيء دونك تعمل فايل من يو وتكزيكوتيه بال ران موديل كي تراني باش يمشي زاد لا تكتب الكود نتاعك بعدين تنجم تزيد تكتب اللي كان تحب يعني تنجم تجربوها دونك بريد من الاول بالبايثون شيل كيما تشوفوا ما فماش شنو تقبل الفاريابل جست تكرار الفاريابل نتاعك تعمل له السؤال كي تحب هذا السؤال دوز في السؤال او في زيرو تو زي السؤال اللي هو زاد كي قال له ما فماش يعني ديكلاراسيون فما زاد يفوت باش تدخل الفاريابل بالتبيين ريتو ولا هنا شو مكتوب بالنسبه للاستنس يخدموا بسي بلس بلس ولا جافا ولا هو لازم تحط دي حتى ولا حاجه باهي في بايثون بالنسبة لك انت ان تانك ديفلوبور بروغرامور هو ما عندكش تي تكون شيء تولي تابلو تولي ليست تولي ديكسيونير تولي فيشي نفس الفاريابل هذه حاجة الأولى مش تعاوننا برش مش من بعد وليو نعكم من الماتريس الحاجة تشوفها هك هذه في الحاجة الأولى والحاجة الثانية أنهم لي زوبجي كلهم عندهم كما نقولوا نحن برشا حاجاتهم اون كومون جايين من كيما نقولوا احنا كلاس من اوبي من حكايه ماخ تيت ماخ الناس الكل تجبد منه وتسبيسي في الحاجه نتاعها شو معناتها يعني الناس الكل عندهم دي سونتيم كلهم عندهم اون فونكسيون اللي تردهم خارج بارتي اونتير كهاو الشيء الكل عندهم لي فونكسيون اللي تعمل على سيغتان تريتمون جوست هذه باش بعد ارتي ديتاي باش نعملوا بعد دونك نكملوا نجمو الفازيل دونك نعطيه مريم دونك كيفاش البايثون كيفاش يفرق ما بين بوتين كيفاش يفرق ما بين كلود كيفاش يفرق ما بين ستريم اوكي كله موجود في سناتر كله يعني ديجا
كيفاش نقولوا نحن ابليمونتير الداخل ودي تسمى داك تايب يعني كي تقرا جملة اللي تقول سلايد داك وقت سلايد داك يتمس بيو داك دونك عندك حاجة نجم تسمع حاجة نجم كيفاش نقولوا حاجة اسكالير سي تان اونتير يعني ما فماش حاجة دونك باش تكزيكيتي وشوفوا تحبوا تعرفوا الفاريابل تحبوا تعرفوا التيب نتاعو تكتبوا برينت تايب دو الفاريابل هذاك بون حاجة مهمة أخرى انه وريت الانبوت هذيك هي سميت ماي بار فونكسيون الانبوت اللي بياخذ الانبوت من الكلافيه ديما تعرفش على التكت نتاعها مرة أخرى التايب بتاع ماي بار اوكي شو جيب هنا نعطيها سامي التيب ايه تاكا ولا ايه ب تسليم لازم نحط بوشين بالكامل نفس الفاريابل الديب بتاعها تبدل صالون اكزيكيوشن عاود نكزيكيوتي مره اخرى نعطيها اون ليست وحاجه اخرى بالنسبه لي هو اللي هو يعاود يعطي شي نفس الحكايه دونك يعني ما تقعدوش محصورين في الديباج فورم تاع سي و سي بلس وجافا حاجه اخرى سي و سي بلس وجافا هما مش تاع النمو دونك هما ديب ان ديما جينيرالمون كل 32 بيت والديب فما برشا تيب يعني كل واحدة عندها تايم معين البايثون بين البايثون باي انت هذيا تحدد فالور كبيرة ياسر والثانية يوم انت تحدد فالور صغيرة وزوز في الاخر باش يكونوا دو كلاس انتي يعني زوز فان تيب ما فماش تريتمون سبيسيال تاع هذيك الفالور شكون فاهم الفازة هذي؟ شكون ما فهمش الفازة هذي؟ بين اللي عاد اللي يحب يفهم الفازة يحل اذا كان عنده سي كود بلوكس واللي هو ويجي يحط ار سوا مليون انت ا ايجال مليون دونك شوفوا كان تخدم ولا علاش خاطر في لي لونجاج الاخرين الكل عندك رانج ديما لازم تخدم منه باغ اكزومبل الانت نورمال يمشي ب 32600 واش حتى 32600 واش بلوس من بلوس او موان 32000 سوف كو لهنا انت في وسط الخدمه ساعات الفاريابل نتاعك لازم في لها ميزور كبار هكا ولا ما تعرفش كنترول عليها خاطر باغ اكزومبل سا ديبون من الاتيزاتور لهنا قلت له كيما نشر ليكزومبل تاع بيليكا كي قلت له اعطيني انبوت ان كنت نجم كيما كنت نجم ندخل خمسه كيما كنت نجم ندخل مليون كيما ندخل دي سالا بيسونس ما عرفش قداش هكا ولا كان نجي نعملها في سي بوكي يخرج لي ايرور يقول لي راهو التيب ما ينجمش نصب معناتها الاسباس ميموار اكبر مني انا حاجتي بيه وزيدوا شعملوا عملوا فاريابل اسمها لونج ولونج لونج كبيره برشا مي كوميم ما تعاونش اي نقطه انا نبدل في الفاريابل ونروح على بها شو مستحق من قبل ما يعطيني في الكود دونك جي فايت قال لي كلمه يهمنيش عدد يعني تاني سويت دو دونتي نحطها في فاريابل اسمها انت سويت دونتي فيرجول سويت دونتي نحطها في فاريابل اسمها فلوت سويت دو كاركتير نحطها في سترينج Un seul caractère, c'est une chaîne, enfin, mais j'ai une notion de charge qui n'est pas une jump. Mais ce code, on a un string. Déjà, on a une type of A, on a string, type of AB, on a string. Plutôt STR. Donc, là, on a une chose, 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 on a une ch
واحد اللي قديش نحن في الشاشة الحاسس ممار منجمت تعمل ممار كله أوتوماتيك لو ما يفكش لفلون بيعك سي بون ضحف دعوار بديك أكيد ما فاهمين إسكو فاهمين دعوار إنه كيبدأ الفريق خصوص بيوسف نفس الحكاية نفس الفريق مش معنى أنا ماي إنت يقال رسوات موس شين موس يقول إنت رسوات شين موس في الأخر في الممار مش إس أستونتيو أخرى بتاع يقول إنت ولي وزوز يبونتيو على نفس الحكاية مش معنى هذية دوك أول مرة يقال شباب سأل الله هاش معنى تو أنا وياكم أبعادنا أوكي ماشي مش ناخذوا كاس جروب أوكي بين زوج ناخذوا كاس بلوتون بين ال سيكلويتش بين مش يعمل مش يعمل كاس جروب ديت يجي ليه زوج زعما قلنا له نحبوا نعمل كاس بلوتون بالواحد مش يعمل كاس جروب برك موش يعمل زوج كاس جروب ديت زوج عباد مختلفين زوج عباد مش يعطيهم نفس كاس جروب كون قايل اوكي انا لا نهدي في دو فاريابل ديفيرونت حطيت له نفس الفاليور من بعد كي بدل مش بدل زوز لا من بعد مش بدل وقت هي يمشي قلت اه كي بدل هذه دونك راني نحط لها فاريابل نعطيها اي دي جديد وكل مي ريالمون هنا تضطر هذايا بالضبط ماي ان يور ان سي سون دو شين دو كاركتير بالنسبه لينا احنا بالنسبه للبي سي نفس الكاركتير نفس الكاز ميموار جي قال لهم ماي انت تجي لهنا وانت تجي لهنا وزوز نقراو نفس البلاصه واضح الفازة؟ في السي نعطي مليون السي اوكي نجي نحط انت ا وانت بي ونعطيها بنفس الفالور في الميموار عندنا كاس ا وعندنا كاس بي هذه الميموار بتاعها اوكي تراهم انتلي ولا ايه؟ اوكي بيه. في السي كي نحط انت ا وانت بي ونعطيهم نفس الفاليور باش يجي يعمل باغي كل الكلام صعاب باش يمشي للميموار للرام يمشي نقول له هذه نحطوا باغ اكزومبل في ال ا 5 وهذه بي نحط فيها 5 اوكي واضحه ولا ايه كل واحده عندها بلاصه في البايثون ليه في البايثون قلت له انا ماي انت كاركتر باش يعمل يجي لنا يمشي للكاركتر دوز ويجي لهنا يحط ماي انت من بعد يقول له يور انت ايجال دوز نفس الشيء دو كاركتير مش عدد جو بريسيد جو بريسيد اه اللي هي دوز اللي مش دو كاركتير جي عمل شاف ليست دي فاريابل اللي عنده لقى عنده واحده فيها مش دو كاركتير ايجال دوز جي عمل اوكي واضحه توا معناها كيف تبدل واحدة لا بعد يجيب تبدل واحدة يولي يقرا حسابه هذا جنب دونك شنو رقم أول حاجة ما فهمت مركز كيف هذيك دبل كود وذيك كود واحد ما فماش فرق في الشيء ما بين الدبل كود والسيمبل كود دونك حتى في وين هذيك حكاية لي مود ديما جوست يعني دقيقة الانبوت في بايثون ديما سترينج يعني تحب تقرا اونتي تقرا سترينج وبعد تردها اونتي مش هيك ما نرد ما يعني ما كسوش ريوسنا اسم مش عاطيني اونتي اسم مش عاطيني كاركتير اسم مش عاطيني بوليان اسم مش عاطيني فلوت هانسي دو فيلم دونك ديما نقرا سترينج ومن بعد اللامد ونحط ونكسيها كيما حاب نرد اونتي كاركتير دونك واضحة ريتها على 270 مليون 270 كي لاحظتوا بدلنا ما يقيت فوالا زدناها واحد دونك ولدت بوتي في تريس بلاصة أخرى في الميموار واضحة ولا لا استنى تي ديتا